صوتك يا أنغام يا أنغام، وانشر لفرحك الأيام يا أنغام. تسجيلات أنغام ريكوردينج أنغام. الحوار خلوا لي يعرفوا أو بدي أغني بغناية وسمعكم حداي كل الحبايب معاي تنعمل حفلة مشهورة. أيوة اللي مين قبالي وطير وما أرضيت الجماهير، وأنا اللي جنبي أمير أسطورة والله أسطورة. أنا بدي تغني معاي روح الرايح والجاي دوقات الحداي البوريني وحده أسطورة. أي يا بوريني يا غالي أنا بدي ثبت عقبالي على البحر انزل إزالي فلكي بتركب في الشخطورة. شو بيغني هالبوريني شحت للحاضرين التراث الفلسطين وانت اللي بتقصر طنورة. أنا راية مجدي عالية أو ما بين الأفندية جرب وتحركش فيي لا زدتك قلب النافورة. ما بتحركش لك يا زميل تعرف لا قلبي دليل أنا جايب حجم الفيل وانت قد العصفورة. أنا الشغلي ما هي بالطول والسر بكبر العقول خلي كلامك معقول بترضي أهل المعمورة. أنا برضيهم لمحبيني برضي للفلسطيني أما انت يا عيني لا فكرة ولا صورة. أي نادي ربوع الحامية أو يلتموا حوالي نيران جهنمية أو أقوى من المعمورة. أنا بتغني بأساليب يا مطرب يا حبيب مثل الطالب النجيب اللي واقف عالصبورة. رايا من بعد الرايا كفاية يا شادي كفاية وإحنا سميناك شادية يعني البس طنورة. بتغني يا مزيون من فنوني خد لك عون احنا بعصر التلفون وانت بعصر الطبشورة. ايوه انت في اي عصر انا لعصورك هون عاصر وممكن تدخل عالقابر وتتحول في المسنورة. بتغني يا ابو النور مني دور ومنك دور لا تصبح مطرب مشهور تصور مع شادي صورة. انا بدي تغير هالقافي او تورد عن نبع الصافي جينا وسيع المضافي تا حتى نكمل سهرية. بدي اكمل يا خالي واعطي من الفن الغالي ما فيش شاعر عبالي بثبت بالغنية. انا يا شادي يا بن بورين ثبت عقبالي دقيقتين يا بوريني مستواك لما بتنزل عالعراق جينا الليل وفحصناك لقينا زنودك طارية. او صدقني ما انتي زجال مرضيتش كل الرجال انت بتشبه الجوال اللي مخلص بطارية. يا مؤيد لو حبيت منك بيت ومني بيت قبل الحفل لازم جيت تنظف هاي المية. اي داوم يا غالي داوم من حول الناس الاداو داوم يا زميلي داوم من حول الناس الأدواد معاي كوفر قاسم عاشر بوع الحامية. أنا يا مؤيد يا فنان اسمع من شاد الكاروان وإن كانك فعلا تعبان بنعمل لك ميرامية. أنا سجل والكاتب كاتب قيمة بنعرف نحن التعب نحن والله ذهب ولا معامي بالمي. أنا شو بدي بالذهبان بدي عقبالي فنان يبقى في راسه مليان بفن وفكر وحية. يوم ما تغنى إحساسي ما بدها الشغل دراسي إحنا ربع الفراسي أي عنوت الموسيقية. يلي بتصورني تصوير بتعرفني بالمشاهير هاتوا أعطيني البشكير ما بصيبه بإيدي. والعاجل عاجل على الأخبار هاي نزل قاسم نجار شو رايك صير الحوار والجولة ثلاثية. أي عالثلاثية تعالوا عندي تعالوا عندي أصدر بغي علينا قاوم ضلك ارضي الأدواد وغني طيب الغنية. أنا يا قاسم شو اللي جابك من قرارك لا جوابك لا مزع لك جيابك أو كل البدل الرسمية. أنا واسمع مني ولت الشعب وحبك بيجري بالقلب عن روح الشادي لك صب القهوة العربية. أو نازل قاسم على الحارة طاير بالناس الأمارة شفت عدوار المنارة وبكزدر مع زنجي. بدي شهد هالحضور
مين المعنى ماخذ دور واحد قد الديناصور الثاني قد الفرية انا بيني وبينك مسافي يا ابو الثقافي جبتو خلقتنا الكافي تواجه مدفعية عند الرب يا زميل اتدرب ومرب رب 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 لا شادي دمو بتشرب اذا مو بتعركش فيه النقافي منارة النقافي صدارة كانت مع طفل الحجارة بالانتفاضة يا خيه اسمع مني للشعر للمغنى والفكر جبتوا لي ابو بدر وجبتوا مرته فوزية يعني عندي انا الدور رح لبي لك على الفور وابني بالمغنى كسور للنجمات العالية مثل الطفل بيهني عقبالي والتأني طايل بس يغني طاك طاك طاكية انا واسمع يا ايمن بورين واسمعوا انتو الاثنين جبتوا جوز المجانين دربوا مع العصفورية انا زيني هالمحفل زيني يلا اثنين تلاقيني بدي منكم دزيني او مالكم قدرة علي يا قاسم هي يا نجار اسمع مني هالافكار بدو هدوء الحوار وما بدو عصبية انا ما بدنا نحن نعصب داخلك للساحة تكركب قاسم ولا بيسبسب قاسم عنده تحية انا بغني ارتجالي او برضي كل الاهالي ويلا ايمان الغالي تحية على تحية اسمعوني وبأوصاف البوريني ما بيخاف من كثر ما هم ضعاف من عقل تشغل شوي انا موش ضعاف بميداني عامل انه الشجعاني وبتخبى في الخزانة لما يشوف الدورية ابن الاعادي ما منخاف بننزل على البحر الطواف انت بتتخبى في الحاف يوم انك تيجي فيه اتخبى وما تتخبى هيك الشعر ما بتلبى خلي الطبة عالطبة وخيط قوافي شعرية وانا ريحتنا احلى ريحة هالجوز الفضيحة شفت له بشغلي المليحة يكولوا اواعية يا قاسم يا ابو شريك مستوانا اكبر من هيك ما بنكوي لك اواعيك حسين الفكر شوية ما ارضيت اللي هنا غنينا جفرة ودلعونا قاسم باكا في كورونا اي بيعمي رامية وانا قاسم بيحب الشباب بعرب دبي رحاب احنا منغني اداب وانتو شغل دحية جبتوا كروان فلسطين ملك الكلمة والتلحين وقدامه أضعاف اثنين بالحداية الشعبية يا صدار ويا لطيف صاير وضعك شو مخيف ما أرضيتش لأهل الريف ولا المدينة يا بني وأنا يا شادي يا مسيوني اطلع دخلك بعيوني اتعربش على زيتوني تنشهر والله شوية أنا بعيونك يا ابن النجار قاعد بضرب الأنظار من كثر ما هن صغار كنها ستك صينية أنا جيت وعليت الرايه والمغنى عندي هوايه وين ضربتك بالعصايه بزعلوا الحوالي أنا واسمعونا يا حلوين هاي الفسد الفنانين ألف اسم الله ويخزي العين هذا خي وهذا خي بدي أحكيها عبلاطة الشغلي ما هي عباط حامل عصاية كشاطة مش هيك يا عينه حامل عصاية مساحة ما بده خذ استراحة لذبحكم في هالساحة او يشهدوا الحوالي وانا بعرف والله الحداية يلي بتيجي تلاية لازم ما تحمل عصاية احمل سيف وشبرية بدنا نحمل يا خال لا عصاية ولا فصال خلونا نغني اسجال تطلع مية بالمية بنغني طيب العبارة او جينا الليل سهر او وانا جوده بالفكرة جوده وترنم ضل على عوده اتطرع ما اطرى خدوده اطرم للهيطالية على خدوده مطراها هيك قاسم حكاها اجل حفل وسواها وخرب الزميرية او شادي ما هو ينافع ومش عارف عنه يدافع قاسم كد المصارع او ممكن اكبر بشوي وانا مصارع برض بلادي بالكلمة وبالكلمة
الإرشادي إحياني فيك يا شادي تلبس بدلة رسمية. اسمع مني يا قاسم يا أصل لبس الناعم أنا لبسي لبس حاتم أنا الإيدين الساخية. أيوة. تفضل يا جون سينا تعال باطح لقينا إحنا بحر وإحنا مينا رح تغرق في قلب المي. ما بدي أقصى يا عرب ما بدي أقصى بالعرب لجل عيون دير الحطب هيو نسيبك يا خي. حتى لو صاحوا الجمهور البوريني ما بيفور انت وحدك يا دكتور يلي فاهم علي. انا بص علي ويلا لب واللي قبالي طلع استوب بدل جون سينا جمرك تعملوه ايطالي. واسمعوا لي يا حلوين بعتب والله على الغلمين لما بيجيبوا بوتين لما بتجيبوا بوتين لا تجيبوا اوكرانيه. فش جمرك على الكذبه يا مؤيد يا حبي سو المصارع زي لعبي ما انت بتجذب يا خي. اتفضل شرف علينا اي وانزل عنا وحينا اذا بدك تلاقينا ثبت ساعة زماني. انا بنثبت نحنا ساعة ونضيع باهل الطاعة عن عنا فن وبراعة عالجفرة وعالغنية. الله يسعد هالفنانين يسعدهم المطربين هاي عين وهاي عين انتو مثل عيني. يلا حييه الف مبروك يا شباب الف مبروك متحسنين متحسنين الليلة بدي ازيدكم كل واحد 200 هاي الساحة والميدان. انا بتزيد القاسم 200 خلصنا لتعمل قائد يا بن بورين والله بتروح والله بتروح مسكين وبجيبتك بس 100 فعلا فعلا يا قاسم مسكين مثلي مثل شعب فلسطين كل الشعب مسخمين خليها عرب البرية. الله يعينك يا فلسطين الله يعينك يا فلسطين والأحزاب مقسمين من بعد أحمد ياسين والختيار يعني قبل القسام فلسطين نوحد هالفنانين انا انتو احباب انتو الاثنين والكم احلى غني. بسرعه بسرعه جايته اعمل تصوير واللي عقبالك محيط انا اللي بدي اعمل تصوير واللي عقبالك محيط مين الغلب بالتخطيط والكلمات الشعرية. اسمع التصويت التصويت بحرف التاء طيب والمحيط بحرف الطاء. الله أكبر. ما بتمشي على الشعراء خصوصا دخلك علي يا قاسم انت عيني غالي على البوريني لجل العريس الزيني هدوا يا احباب شوي خلوها هجيني ما بهدي والليل شغل التحدي وان كنك يا شادي فدي من الاخر في حماكم من الاخر في حماكم بدعي الله يحماكم ممكن اكمل معاكم لو كنت اقوى شوي. الجولي 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 والله ممتاز لك ما بلزمنا العكاز احنا زي دول عدم الانحياز ما لنا دخل فيكم يا خي. احنا انا بعطي الراي اليوم انتصار لمؤيد البوريني كف لمؤيد البوريني مبروك. انا وقاسم قاسم المركز الثاني وانا المركز الثالث مبسوطين خالص من نكمل بدوي ودبتي للشباب حبايبي لانه في كمان حوارات هناك اخر واحد اكثر واحد تسمعهم حيهم انت حبيبي الشباب حياك الله